يقول: ما معنى قول الإمام أحمد ثلاث ليس لهن أصل؟ التفسير: المغازي، الملاحم. يعني الرواية، الرواية التي تروى كثير منها في هذه الفنون الثلاثة يجري فيها التساهل، هو قصده أن ما فيها شيء صحيح، لكن قصده أن يجري فيها التساهل وعدم الضبط في الرواية. نعم. هل يجوز؟ هذا من باب التحذير، هذا من باب التحذير من الإمام أحمد، أنه لا، أنه لا يغتر بكثرة الرواية في التفسير أو في المغازي، لأن هذا ما هم يعتنون بهذه الأمور. اللي يعتنون بالأمور هذه المحدثون، هم اللي يعتنون بالأسانيد والرواة. نعم.